مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: هذه الأشياء تساعد على تثبيت الحمل وتمنع الإجهاض، على الرغم من أن معظم حالات الإجهاض تحدث نتيجة تشوهات في الكروموسومات، إلا أنه قد توجد نصائح تقلل من فرصة الإجهاض وزيادة فرص حدوث حمل صحي. يوجد عدد من حالات العدوى التي يمكن أن تسبب الإجهاض، لذا ينصح بغسل اليدين لتجنب الإصابة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية، ويفضل غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل باستخدام الصابون والماء الدافئ قبل الطعام وبعد الطعام، وكذلك بعد استخدام الحمام وبعد لمس الأشياء التي يتعامل معها الآخرون. يزيد التدخين من خطر الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، لذا فإن النساء المدخنات أكثر عرضة لخطر الإجهاض، كما أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات أكثر عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ. يوجد بعض الأمراض التي تنتقل عبر الأغذية مثل الليستيريا والسالمونيلا بزيادة خطر الإجهاض، لذا ينصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البكتيريا مثل اللحوم الغير المطهية جيداً، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يقلل من مضاعفات الحمل، كما أن النساء اللواتي يتناولن نظام غذائي صحي يكن أقل عرضة بنسبة 50% لإنجاب طفل مصاب بمشاكل في الدماغ. ترتبط السمنة بالعديد من مضاعفات الحمل بما في ذلك التعرض لخطر الإجهاض والولادة المبكرة وتسمم الحمل والإصابة بمرض سكري الحمل، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الصحية مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان. لذا ينصح باتباع نظام غذائي متوازن وخافض للوزن ومناسب لفترة الحمل، وذلك تحت إشراف طبيب مختص. يمكن تناول الفيتامينات خلال فترة الحمل وقبلها، ويعد حمض الفوليك من أهم فيتامينات المرحلة المبكرة من الحمل، كما أن بعض المشاكل الصحية ترتبط مع زيادة فرص الإجهاض، لذا ينصح بتناول الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة إذا كانت المرأة تعاني من بعض مشاكلها.